مركز بيت الأجداد هو المركز الوحيد الحكومي التابع لوزارة التنمية الاجتماعية اللي بيقدم الخدمة والرعاية الشاملة لكبار السن. وبنتلقى المسنين الموجودين هم من كافة محافظات الوطن. احنا اليوم موجودين في محافظة الخليل بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن. بهذه المناسبة بتقدم من كبار السن بأجمل آيات التبركة والتهنئة، وكل عام وانت بخير أجدادنا آبائنا اللي بنعتز فيهم، وإحنا إلنا الشرف في إن نخدم هاي الفئة ومنقدم لها هاي الرعاية اللازمة إلها. بالإضافة بدي أتوجه لإخوتي في الخليل، محافظة العز، محافظة الكرم، المحافظة المعطاءة، على استضافتنا مدة 3 أيام في محافظة الخليل. جاءت هاي الرحلة بتنسيق من حملة ثمرة خير اللي هي الأخت بسمة العويوي وطاقم الحملة. كان في استقبالنا الغرفة التجارية والأجهزة الأمنية ومتطوعين الهلال الأحمر ومؤسسات شعبية وأهلية، بشكرهم جزيل الشكر. حبينا اليوم نعمل مبادرة إنه ممكن هي الأولى على مستوى الوطن اللي بتصير، إنه جبنا بيت الأجداد أو بعض النزلاء في بيت الأجداد اللي بيقدروا يقوموا بحالهم وبواجبهم، جبناهم عندنا على الخليل. طبعا نزلوا في أوتيل أبو مازن لهم 3 أيام مقيمين، واليوم في فعالية لهم إنهم موجودين بالهيبرون سنتر تسوق، وإن شاء الله إنه بنقدر نقوم بواجبهم، نرسم بسمة على وجههم. وبنشكر جميع الناس اللي تبرعوا معنا، بنشكر متطوعين حملة ثمرة خير كلهم باسمه، وبنشكر الناس طبعا اللي بتساعدنا دائما وهي الموجودة معنا. تلفزيون فلسطين طبعا غني عن التعريف، انتم ما شاء الله عنكم غطيتوا اكثر من فعالية، إننا بنشكركم جهودكم معنا نوصل الرسالة انه هدول الناس يعني احقية، بس نرسم بسمة على وجههم ولو قليلة ولو لأيام معدودة. هاي كل فكرتنا. عندنا شغلات تانية، بس اليوم احنا بالخليل بضيافتنا اللي هم بيت الأجداد من أريحة، وإن شاء الله نقدر نوفر لهم كل شيء. الفعالية كل الاحترام للقائمين على الاحتفالية، تحديدا ثمرة خير والمتطوعين الهلال الأحمر ومتطوعين أيضا ثمرة خير، قدموا من أروع ما أمكن في يوم المسن العالمي، قدموا خدمة جليلة للمسنين، تواصلوا معهم أيضا ليس فقط في المناسبات الرسمية، بقدموا أيضا تمويل، بقدموا حرمة، بقدموا كل ما يحتاج له المركز على مدار أكثر من عام. كل احترام لهم. الغرفة التجارية في الخليل قامت بالواجب، استقبلتهم وقامت عمليا بدفع تكاليف الـ3 أيام اللي قضوها في الخليل. لاحظتم انهم سعداء جدا بهذه الزيارة، ردة فعلهم رسمنا بسمة على وجوه ابائنا المسنين في هذا في ذكرى او في العيد العالمي ليوم المسن العالمي. الخليل أنا بحبهم من زمان، بس حبيتهم أكثر. أول إشي معطائع، وثاني إشي كثير بحبوا الناس وبيساعدوا، وأنا كثير حبيت هالخليل مع إني كنت أحبها زمان، بس حبيتها أكثر لما الواحد كل ما بيكرر كمان بيعرف الناس أكثر، وكثير كثير كثير حبيتها. وحبيت كمان المسؤولة أم عبد الله، وشفت نشاطها وشفت الصبايا اللي معها،
كثير انبسطت على فعالياتهم على كلهم، وهذا الحكي أنا ببسطني، الحكي اللي بيصير إشي مش لنفسه، يصير للمجتمع، يعني يعمل للمجتمع، هو هذا الإشي الحقيقي مش اللي بيسوي لنفسه. وتكبر في